الغفلة تأتي أولا من الوقوف مع النفس، الإغراق، الإنسان بيغرق في شهواته، في متطلباته الحسية ومتطلباته الجسمانية. النفس لها ظلمات، لأن فيه كما أن للقلوب أنوار فللنفوس ظلمات. فالقلوب في أنوار بترد عليها بمقتضى انتماء القلب إلى الروح، والروح إلى السر، إلى الملأ الأعلى، والنفس بمقتضى الطين الذي جاءت منه، فلها عالم المعرفة الخاص بها، عالم الطين، بما فيه من شهوات، بما فيه من حجب، بما فيه من حقد، بما فيه من غل، بما فيه بما فيه. فإذا ما نسي الإنسان ربه نسوا الله فأنساهم أنفسهم. إذا ما نسي الإنسان ربه نسي نفسه وترك نفسه مع نفسه في ظلمات النفس وحجبها، فأخذته في دهاليز مظلمة من البعد عن الله تعالى. فهذا هو سبب الغفلة، ومنها حب الدنيا، ومنها الوقوف مع الشيطان يؤدي إلى غلبة وسيطرة الشيطان. الوقوف مع النفس يؤدي إلى غلبة الشيطان، لأن في الحقيقة إن كيد الشيطان كان ضعيفا، فالأصل هو النفس، والشيطان يرى ما فيها من ثغرات. يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. يرى هذه الثغرة في حب المال، هذه في الطمع، هذه في حب النساء، هذه في حب المناصب، هذه في كذا في كذا، فهو يتسرب إلى النفس من خلال هذه الثغرات فيسيطر عليها، ولكن ليس له سلطان على الذين آمنوا.